انطلاقة الشوط الأول من هذه الأمسية بصدارة زيدان مربط إنجاز، ومن الجهة الخارجية رقية تنجح بخطف الصدارة، محمد راشد عنتر المنخس المري وصالح المري الوصافة مع الجواد مرنان حسن علي المطوي والعتيبي، ومن الجهة الخارجية أي كاندلو سبيد ناصر الأنصاري وسلمان الهاجري، من الجهة الوسطى تايا ومحاولات للحاق بشكل جميل وقوي، والصدارة لا تزال مع رقية بفارق الطول عن الجواد أي كاندلو سبيد. نشاهد ترقب لمرنان بشكل جميل وهادئ، إعازات مبكرة لحكيم ديلغلوري 400 متر على خط النهاية، والصدارة مع رقية بفارق عن باقي الجياد. مرنان يعطى الإعاز ومحاولات لتايا للحاق، ولكن رقية محمد راشد عنتر المنخس المري وصالح سالم المري بفارق بعيد عن باقي الجياد الوصفة مع أي كندل سبيد، وربما تكون تايا في الترتيب الثاني، ولكن الصدارة لرقية والوصافة مع الجواد فوتو فينيش بين الجواد كاندل سبيد والجواد تايا. مبروك. Official result for race number one. In first place, horse number 12, Rokaya, owned by Mr. Mohamed Rashid Almari, ridden by Saleh Salem Almari. In second place, horse number 11, Taya, owned by Mr. Mohamed Nawaf Al-Rais, ridden by Marco Casamento. In third place, horse number 1, AA Kindled Speed, owned by Mr. Nasser Mohamed Al-Ansari, ridden by Salman Fahad Al-Hajri. In fourth place, horse number 6, Zidan, owned by the injured stud, ridden by Mohamed Hassan Abdul Malik. And in fifth place, horse number 4, Marid Al-Zaim, owned by engineer Hassan Ali Abdul Malik, ridden by Pranil Kharat.